مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ عنده ويل اوف فورتشن، عامل بالحظ. بمعنى في تغيير بيحصل عند العظام لكن بدون تدخل منه، في حاجه لا اراديه، حاجه قدريه بحته، بتغير الظروف عنده، بتغير مجرى الامور عنده للاحسن ان شاء الله، بدون تدخل منه. الكارت ده كمان بيوحي ان حاجات كانت واقفه متعطله هتبتدي تتحرك، هتبتدي تمشي، في تيسير ان شاء الله في الامور. كويس؟ طيب الحمد لله، بدايه كويسه جدا للشهر، ان شاء الله شهر هيكون موفق وحلو جدا. الشهر ما شاء الله انا شايفاه ممتاز. لكن ده مش معناه ان اعوض واريح، يعني لو ربنا الحمد لله سهلنا في حاجه، الامور مشيت في حاجه معينه كانت واقفه ومتعطله، خلاص فانا ابتدي اريح. لا، مش معنى كده انك تريح، عندك نايت اوف سورتس، لا انت محتاج تعزز التغيير ده، محتاج انك انت تبتدي تحط ايدك بقى وتقويه وتشتغل عليه اكتر واكتر. تمام؟ في تغيير هيحصل عند برج العذراء مهم جدا لصالحه ان شاء الله 100%، لكن هو جاي لك كده فجأة بدون ما انت تبذل مجهود، بس هي مش هتكمل كده، لا لازم تجتهد كويس جدا عشان تحافظ على التغيير والتيسير اللي حصل عندك. تجتهد جامد جدا، لو ده في مجال شغل، لو ده في حياتك العائليه، في حياتك العاطفيه، ايا كان هو ايه، محتاج اجتهاد. هنحافظ على التغيير الحلو ده، كويس؟ ونبذل مجهود، في مجهود بيتبذل، وانت بصراحه من الناس النشيطه، يعني ما عندكش حته ان انت كسلان دي، لا بتحب تعمل حاجات وتخلص الامور اللي وراك وتظبط حياتك وترتبها، انت منظم جدا ومرتب جدا جدا. حلو جدا. شايفه عندك لوحدك كده؟ تمام. المونز هنا بتوحيني بالافكار والابداعات وال يعني حلول الدنيا، كمية النور اللي عندك نص الشهر ثلاث كروت وونز، ثلاثة. شايفين الإنارة؟ الإنارة في حاجات عندك مجال بتتفتح، أفكار، حلول، أنت يعني ما شاء الله كمية إبداع عندك مش طبيعية، مش طبيعية ما شاء الله. أنتوا زي ما بتقولوا عارفين حاجة كانت مسدودة وانطلقت، بصوا مشغلين التربو، 8 of wands، ace of wands، و palace of wands. يعني يا جماعة اللي عايز فكرة يروح للعذراء الشهر ده، كمية أفكار وإبداعات غير طبيعية. الناس اللي بأيا كان مجال شغلها إن شاء الله، حتى في السيلز أفكار حلوة، طاقة ما شاء الله حلوة جدا، طاقة clear thinking، يعني تفكيرك صافي نقي، المجال مفتوح، مفتوح افكار عماله flow of the ideas، سيل من الافكار. تمام؟ افكار لا تنتهي، اكتبوا يا جماعه افكار. انا بحب كده لما بابا بتنور عندي، بحب اكتب عشان ما انساش، لان ساعات بعد كده ممكن تنسى، ممكن ما تبقاش بنفس القدر من الطاقه دي بعدين. اكتب الحاجات اللي الافكار الحلوه اللي بتجي لك الشهر ده. نايت اوف كابس، الناس اللي في علاقه اللي ممكن يحصل عندهم ارتباط جديد او حاله حب جديده، الناس المرتبطين ممكن يبتدوا يحسوا بمشاعر جديده لشريكهم، مشاعر شكلها حلو جدا، شكلها كويس جدا. خلينا نقول ان برضه في ارتفاع في منسوب العاطفه والحب عند برج العذراء الشهر. للناس السنه دي ممكن تكون علاقه جديده، للناس اللي مرتبطين بالفعل ممكن يكون تجديد في العلاقه بشكل حلو جدا. طيب على نهايه الشهر انت عندك كارتين من الكروت الاساسيه، الميجر اركان، الشمس والقمر، الاثنين اتجمعوا مع بعض في حته واحده. بصوا بقى، بصوا يا عذراء، اللي انا شايفاه انه ممكن بعد فترة نص الشهر اللي انت شغال فيها التربو دي، عمال افكار افكار ابداعات ابداعات ابداعات،
حلول حلول وحاجة ما شاء الله طاقة كبيرة جدا. ممكن يحصل ايه؟ عمليه انزل شوية، دي طاقة الأمر. أهدى بقى شوية، هدوء، عايز أهدى. ممكن تكون أفكار كتير ابتدت نوشتك وشتتتك، كويس؟ التشتيت ده بقى مش كويس، لأن شايف فعلا كذا فكرة، أمور كتير كتير، وأنت بقى يعني زي ما تقول عينك زغللت، زغللت، بقيت مش عارف تختار إيه أو تعمل إيه، أبتدي بإيه الأول، تمام؟ نهدى شوية، نستغل الطاقة اللي هتيجي في آخر الشهر دي، طاقة الهدوء دي، وابتدي تأنى بقى كده، كويس؟ الشمس البداية الجديدة هتبتدي حاجة جديدة خالص أنت ما كنتش بتعملها قبل كده. لو هو في مجال شغل ممكن يكون أسلوب جديد خالص، ممكن يكون شغل جديد خالص، ممكن تكون بتتنقل من ديبارتمنت لديبارتمنت تانية، شايف عندك بداية جديدة جدا، بس كل ده مترتب على إيه؟ على الاجتهاد اللي أنت اجتهدته في أول الشهر قوي قوي قوي، بذلت مجهود جامد جدا جدا، أوكي؟ على الأفكار اللي منبع الأفكار اللي عمالة تجيلك دي، أنت وهمت الناس، أنت وهمتهم أن الأفكار دي بتجيلك منين؟ أنت إزاي شايف الحاجات دي؟ الشمس هتيجي مترتبة على الحاجتين دول، بداية جديدة مشرقة جدا جدا، فرحة، سعادة، يعني زي ما يكون أطفال جديدة، نيولي بور، حاجة لسه موجودة، طفل لسه موجود، يعني كأنك بتبتدي فعلا من الأول، day number one، يوم رقم واحد. شهر مهم جدا عند العذراء، جدا جدا ما شاء الله، حلوة قوي، القراية فعلا تحفة ما شاء الله، ولا كارت سنة، ولا كارت، بس أنت محتاج تبذل مجهود زي ما قلت لك يا برج العذراء، وتحافظ على التغيير اللي جالك، يعني هداية من ربنا لوحده كده. تمام، كنت الحكمة تنصحكم بإيه؟ سوري، كنت الملايكة. Clear your space. Get rid of clutter, clear the energy around you and use French shui. ده شكل تكنيك لليوجا والتأمل. Clear your mind. أول حاجة clear your space. أنا دايما باخد المعنى الحرفي للكرت والمعنى الرمز بتاعه أو المعنى الخفي بتاعه. Clear your space. فضي الحاجات اللي حواليك، التركيب ترميها، الحاجات اللي عاملة لك زحمة ودوشة قدامك، لأن فعلا أنت داخل في مرحلة فيها الإنارة عالية جدا. لازم فعلا الدنيا حواليك تكون مترتبة ومنظمة وهادية، تمام؟ وبالمعنى الروحاني انك فعلا تنظف، تبتدي كلير، نظف، ايوه نظف، نظف اي حاجه ملهاش لازمه في دماغك، خلاص ارمي كل ده انت مش محتاجه، هتبتدي ان شاء الله حاجه جديده جدا جدا قريب قوي، فانت محتاج انك انت تفسح، تفسح المجال، تمام؟ تعالوا نشوف بقى القراءه العاطفيه لبرج العذراء، اخر قراءه لينا النهارده. شايفة ان هو ممكن يكون عنده ندم، يعني ندمان، يعني لو كنت عملت كده يا ريتني ما كنت حبيت قوي كده، يا ريتني ما ضيعت مثلا كل الوقت ده، دي حاجه مش ده مش معنى كده ان هو ده يعني ان هو ده الصح، ده اللي المفروض يتعمل، بس انا شايفه ان دي حالتك يا ابني العظيم، يا ريتني كنت ضيعت الوقت ده، يا ريتني استحوذت الطاقه دي كلها، حاجه بالشكل ده. طيب نفسك في ايه يا برج العذراء؟ انا شايف ان انت محتاج عايز تقوم عاصفه الصحراء،
عايز تعمل قسم اللبش جامد قوي. نايت اوف سوردز اوف وانز، واللي شايفاه اكتر تفريغ طاقه عايز تطلع اللي جواك. انا مش ضد ده خالص، بل بالعكس انا معاك جدا جدا، ارجوك اعمل كده بالعصر. لو انت جواك اي حاجه بوكس من اللي انت حاسس بيه البائس ده، طلع اللي جواك، اتكلم، خرج اللي جواك، بس نحاول ان احنا نخرجه يعني اكتر الطرق الصحيه ودبلوماسيه علشان ما يبقاش عمليه التفريغ دي تتقلب خناق. يبقى فعلا تفريغ، انا بفضفض، انا عايز اتكلم مش بتخانق. في فرق كبير جدا بين الابروتش ده والابروتش ده. لازم تفهم شريكك ان اللي انت بتعمله ده فضفاضه، انا محتاج اخرج حاجه جوايا. شايف شريكك ازاي؟ يعني كانه عنده حاجات كتير جدا وانت عندك حاجات كتير جدا بتقدمها له. هو عمال يبص على اللي انت ما بتقدمهوش. عارفين اللي هو ايه؟ انا سبت كل ده. بص في دي. يعني انت بتقدم حاجات كتير قوي قوي قوي، وهو بيبص على حاجه ثالثه، على حاجه ثانيه خالص. بص فوق. اوكي؟ تمام. ده الانسان، الانسان بطبعه كده، يعني دايما بيبقى شايف انه الحته اللي هناك احلى. يعني هو دايما بيحس بالموضوع ده. بس الانسان العادي الحكيم لازم يعرف ان دي حاجه يعني تركيبه النفس البشريه عند البني ادم. اكيد اللي هناك، الحته اللي هناك دي احلى، اكيد البيت ده احلى، اكيد العربيه دي احلى من اللي معايا. فهو دايما الانسان في الحاله دي زي ما قلنا، الانسان الحكيم لا، لازم يبص على الحاجات اللي عنده، قد ايه هي حلوه، قد ايه هي نعم كتير جدا من ربنا وانا اخدتها حق مكتسب. لازم نفكر دايما بالشكل ده. شريك العذراء الناحيه الثانيه دي امبرس، شايفه عنده حاله خصوبه عاليه جدا، ممكن تكون لو هي ست امومه حسب امومه شديده جدا، رعايه الامومه، يمكن بيراعي امه، مركز في حته ليها ام عند شريك للاسف. سوري شريك العذراء مركز مع امه جدا، هي ام نفسها، او لو كان هو اب برضو الابناء الاولاد عنده شغف جامد جدا بالاولاد وتركيزه راح جدا عند الاولاد او عند الام. تمام. نفسه في ايه شريك العذراء؟ انا شايف ان هو حابب ان هو ينسحب شويه، حابب يبقى مع نفسه شويه، مش حابب يخوض في مجادلات دلوقتي. فخليني ارجع في كلامي واقول لك يا برج العذراء، لو تقدر تاجل قعده الفضفاضه دي لوقت تاني يكون احسن، لان شايف الشريك الناحيه الثانيه هو عايز شويه روقان وهدوء ويبعد شويه عن اي ضغوط. تمام؟ طيب شريكك شايفك ازاي يا برج العذراء؟ ده 7 of Wands، شخص ذكي جدا جدا، مفيش حاجة عندك ملهاش حل. اوكي؟ قيادي طبعا جدا، حماسك عالي جدا جدا، شخص يعتمد عليه فعلا، مسؤول جدا جدا، يعني ممكن تقوم بالدنيا كلها لوحدك، يعني ايا كان الحاجة اللي في حياتك انا تجدير انك انت تديرها كلها لوحدك. دي حاجة كويسة، لكن انا بحكم تجربتي للاسف بتخلي الشريك مش انبوب، ما بيبقاش ليه ايد او تعامل في العلاقه. خلاص مثلا العذراء هو قايم كل حاجه، لو هي مثلا ست قايمه كل الادوار تمام، ما مش محتاجه مساعده مثلا. فبالتالي الشريك بيبقى اكسكلودد بقى، خرج خلاص، هي مش شايف ان انا مالي، ماليش دعوه، ما بيبقاش ليه مشاركه بقى. فحتى لو انت يا برج العذراء تقدر تدير كل حاجه لوحدك بالقوه دي والسيطره ما شاء الله دي، برضه حاول ان تشارك شريكك، تدخله في الموضوع، الشريك معاك، تعالى نعملها مع بعض، ايه رايك نعمل كذا، انا مش عارف اعمل دي حتى لو ممكن تعملها لي. فتبتدي يحصل فيه مشاركه ويحصل فيه حاجات كويسه قوي قوي. الطاقه ما بين العذراء وشريكه كينج اوف كوينز، انا شايف ان
هتلاقي حاله مستقره، يعني الوضع مستقر، العلاقه يعني اساسها قوي 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 قوي، يعني ما شاء الله مش حاجه صعبه قوي انها تتهز. فيها values كتير قوي، فيها حاجات كتير قوي ومزايا كتير جدا جدا. وانتوا حاسينها فعلا الفتره دي، يمكن زي ما قلنا ممكن يكون في شويه افكار رايحه جايه من عندكم انتوا الاثنين، لكن انا مش شايفه ان في مواجهه حقيقيه بتحصل، يعني كل دي مجرد افكار جوه العذراء وشيء. ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ انا شايفه الدنيا ناشفه قوي شويه، يعني مش شايفه فيها كوبايات قوي على قد ما انا شايفه يعني قوه، علاقه قويه وفيها زي ما تقولوا احنا علاقتنا فعلا قويه ونقدر نتحدى اي حاجه. طيب ايه المتوقع يحصل الفتره اللي جايه؟ انا شايفه فيه شويه تركيز في العلاقه، نبتدي نركز في العلاقه شويه، نبتدي ندرس وضع معين، في حاجه معينه في العلاقه بنبتدي ندرسها، زي ما تقوموا تطبيقوا على مشكله ما وتحاولوا تشوفوا اساليب نعالجها ازاي. تمام؟ ده شهر 7 مش كويس جدا جدا ما شاء الله. شهر 8 شايف انه في نقع في حته فيها اختيار شوي، لازم ناخد اختيار معين. وفي احتمالات انه يبقى في توابع للاختيار ده قويه حبتين. ده في شهر 8 لما نجيب ان شاء الله هنشوفه. القرايه شايفها كويسه جدا لبرج العذراء، مش وحشه خالص عاطفيا، بس زي ما قلت لو انت جواك حاجه برج العذراء حابب ان انت تطلعها وتتكلم مع شريكك كنوع من انواع الفضفاضه، حاول تاجلها شويه لان زي ما قلت لك شايف الشريك مستعد قوي ان هو يسمع. طيب تعالى نشوف جوده الملائكه هتقول لهم ايه. اوكي. Want to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. ده يعني ده يوجا بحت، ده تأمل بحت. نظف شفراتك يا برج الجوزاء، محتاج تنظف شفراتك كويس قوي، ده ممكن يكون هيساعدك. يمكن النور اللي هيضرب ده، بص النور اللي مولع من فوق ده، ده تنظيف شفرات، افسح المجال، افتح كل الحاجات اللي عامله لك انسدادات دي، افتح اطلق العنان، افتح الشفرات بتاعتك، وسع مداركك، everything is possible. تمام، رائع، حقيقة حلوة جدا للعصا العامة ما شاء الله، أنا انبهرت يعني.